أما الآن ينضم إلينا مراسلنا من مدينة الفلوجة أحمد ناجي. أحمد ناجي، أهلا بك. أجواء الحزن لذوي المغيبين والمفقودين يبدو بأنها تخيم على ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لو تضعنا في حيثيات هذا اليوم. نعم سعدت، كل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله أن يلطف بحال النازحين وذوي المغيبين والمتضررين. للعام الخامس على التوالي تغيب فرحة العيد وبهجة العيد عن محيا أهالي مدينة الفلوجة ومدن الأنبار بشكل عام، بسبب أن هناك ملفات يعني لا تزال عالقة أصبحت هي العائق أمام سعادة الأهالي، بما فيها ملفي الدور المهدمة وذوي المغيبين وعفوا المغيبين والنازحين كذلك. اليوم في مدينة الفلوجة لوحدها أكثر من 30,000 يعني منزل مهدم، وفي الصقلاوية لوحدها أكثر من 700 يعني مغيب. اليوم المغيبين يعني ذويهم ينتظرون عودتهم بأقرب وقت. اليوم الدور المهدمة تنتظر من يعيد لها يعني جدرانها. يعني الدور المهدمة أصبحت يعني منذ 5 سنوات يعني تفتقد الفلوجة ومدن الأنبار بشكل عام إلى يعني ملف المخصصات للمتضررين. اليوم في مدينة الفلوجة نرى أن الأهالي يعني يطالبون بالإسراع بصرف التعويضات، الإسراع بالكشف عن مصير المغيبين. نرى اليوم فرحة العيد تنقصها يعني الكثير من الملفات يعني والكثير من المسائل التي لا تزال يعني عالقة منذ أكثر من 5 سنوات. هل هذه الأجواء تنسحب الأهالي أحمد؟ هل هذه الأجواء تنسحب على الخطط الأمنية أيضا؟ كيف تبدو مستوى الاستعدادات الأمنية خلال أيام عيد الأضحى؟ يعني كنا نسأل بالنسبة للاستعدادات الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك كيف تبدو؟ نعم بالطبع هناك يعني استعدادات أمنية وجهود أمنية يعني مكثفة من قبل القوات الأمنية هنا في شوارع ومناطق وأحياء الفلوجة بشكل عام. هنا الوضع الأمني يعني مستقر ومستتب ولله الحمد يعني، لكن نرى أن عزوف من قبل بعض الأهالي عن الخروج عن من منازلهم، ويعني يعني حضور يعني مثل ما ذكرت الحاضر تيتش يعني أفراح العيد وبهجة العيد، لأن اليوم ما تشهده محافظة الأنبار ومدينة الفلوجة على وجه الخصوص من وضع اقتصادي متردي، وكذلك نرى اليوم أن الكثير من الأهالي لا زالوا يعني خارج يعني مدينتهم بسبب أن لا تزال يعني دورهم مهدمة. اليوم الأهالي يعني ينتظرون بفارغ الصبر بأن تكون هناك استجابة سريعة من قبل ممثليهم في البرلمان بإعادة يعني الدور المهدمة وتشييدها من خلال صرف التعويضات. اليوم نرى في مدينة الفلوجة يعني الكثير من الناس يتأملون خيرا بالوعود التي أطلقت قبل أعوام يعني منذ بداية يعني الدورة الانتخابية، واليوم انتهت يعني الدورة الانتخابية هذه شارفت على الانتهاء، لكن لم نرى هناك يعني وعود نفذت للأسف. اليوم في محافظة الأنبار أيضا في أول أيام العيد الأهالي يعني صدموا بفاجعة من خلال غرق 4 يعني شبان من أولاد يعني عمومة واحدة للأسف، وذلك بسبب ما تعانيه محافظة الأنبار من نقص للخدمات ما فيها الماء والكهرباء، وهذه أصبحت للأسف ظاهرة عامة في جميع العراق. لكن اليوم ما تعانيه محافظة الأنبار في هذا الصيف على وجه التحديد يعني مأساة كبيرة بالنسبة يعني حتى هناك شح في المياه الصالحة للشرب خاصة في مدينة الفلوجة. اليوم هذا يعني العيد، عيد الأضحى، والوضع نفسه يعني فيما يتعلق أيضا بالإجراءات بإجراءات يعني الاحترازية والوقائية من كورونا، بالتالي هذا يدفعنا لنسأل كيف يبدو الموقف الوبائي في مدينة الفلوجة. نعم بالتأكيد يعني إجراءات والاحترازية من كورونا هذه أحد الأسباب التي منعت الأهالي يعني من الاختلاط
يعني التجمعات التي نراها في الحدائق والمتنزهات. بالتأكيد هناك يعني خروج الحدائق لكن بشكل يعني ضئيل، يعني يختلف عن الأعوام السابقة. اليوم وباء كورونا ومع ارتفاع الإصابات بهذا الوباء نرى بأن الأهالي يبدو أن هناك كان الوعي أكبر بقليل من الأشهر السابقة، لأن ما فقدناه من الأهالي ومن المواطنين بهذا الوباء يعني أصبح شكل وعيا لدى المواطنين هنا. لكن نرى أن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الأهالي هنا في مدينة الفلوجة يعني لا بأس بها، لكن ليست بالمستوى المطلوب. اليوم منافذ اللقاحات يعني متوفرة في أغلب يعني المراكز الصحية في مدينة الفلوجة وفي مستشفى الفلوجة العام. يعني هناك في بداية يعني توزيع اللقاحات كان هناك عزوف قليل عن تلقي اللقاحات، لكن نرى اليوم هناك أصبح وعي لدى المواطنين في مدينة الفلوجة لتلقي اللقاحات. حتى الإجراءات الوقائية من خلال يعني وضع الكمامة نراها هناك يعني بالمستوى التي ربما يكون لا بأس به، يعني يختلف عن بداية الوباء. نعم أحمد ناجي مراسلنا من مدينة الفلوجة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.